تسم من فضلك. هل تود شراء آلة تصوير الحديقة هذه؟ شكرا لا. إنها أصغر آلة تصوير في العالم. إنها مدهشة حقا. ما هي مواصفاتها؟ إنها عالية الجودة وتستمد الطاقة من هذه المدخلات. دليني على قسم آلات التصوير التلفزيونية. لدينا تشكيلة واسعة من آلات التصوير التلفزيونية. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في برنامج أسرار. سنسلط الضوء في حلقة هذا اليوم على قصر الثري الغامض بحبوح. بحبوح صاحب أكبر شركات إنتاج البسكويت في العالم وصاحب الأرصدة الضخمة. بصراحة إنه يسبح في بركة من الأموال يا سادة. يبدو أنه غني. إنه غني جدا يا سادة. إذن سأضطر إلى تعديل خطة عملنا لهذا اليوم. أعدان مسروقات، أشياء تافهة. سينصب اهتمامنا على ثروة بحبوح. لقد لقب بالثري الغامض لأن أحدا لم يره حتى الآن. هناك جائزة مالية كبيرة لمن يستطيع التقاط بعض الصور للسيد بحبوح. قد أحضرت مجموعة كبيرة من العدسات. شكرا جزيلا. لا أريد إلا آلة تصوير تلفزيونية. ستساعدنا هذه الخارطة على معرفة الطريق المؤدية إلى القصر. لن نجد صعوبة في الوصول إليه. كف عن هذا الهراء. هل تبحثان عن إبرة في كومة قش؟ كدنا نكتشف موقع القصر. هل تعتقد أنك ستعثر في خارطة العالم على أثر يقودك إلى مقر بحبوح أيها المغفل؟ يبدو أنني أصبت بحمى الذهب أيها الزعيم. لنبدأ عملية البحث عن القصر بعيدا عن أسلوبكما الغبي. أرجو ألا تكون السيارة معطلة. رجل أنيق، سيارة فارهة. لابد أن ذلك الرجل هو الثري بحبوح. سيد بحبوح، ابتسامة صغيرة لو سمحت. عليكما أن تسرعا في حفر النفق الذي سيقودنا إلى الثروة، وإلا ضاع منا كل شيء هذا اليوم.
ليس هناك أي أمل. قلت لك أنا سأحصل على هذه الجائزة. يا خيال صاحبي إنه قادم. يا سوء الحظ. سأسمعك قصيدتي. وقع لي هنا. سأتمكن من تصوير فيلم كامل. ماذا هناك؟ لقد سلكتما اتجاها خاطئا، فالقصر من هنا. أرجوك سيد محبوب ابتسم، أرجوك أريد أن ألتقط لك الصورة. سأبعد رأسك يا هذا. لن يفلت السيد بحبوح من يدي هذه المرة. لقد اخترت طريقا اكثر سلامة. لن اضيع هذه الفرصة مهما حدث. جهزها هيا هيا جهزها. والآن ماذا سنفعل أيها الزعيم؟ دعني أفكر مليا في الأمر. يبدو أن أحدهم قد نسي هذه الهدية قرب الباب دون أن ينتبه. لقد خطرت لي فكرة مدهشة لا تعادلها فكرة أخرى. أي ذوق رفيع يمتلكه السيد بحبوح؟ عفوا سيد بحبوح. سأحصل على المكافأة المالية بالتأكيد. إنه السائق. يا لسوء الحظ. لا، إنه سيد بحبوح شخصيا. لذيذة، شطائر لذيذة. إياك أن تتحرك من مكانك. يا سلام، لقد عثرت على خزانة أمواله الطائلة أيها الزعيم. يبدو أن عقلك لا يعمل إلا في الأوقات الحرجة. اعذرني إن كنت قد أخطأت في شيء أيها الزعيم. يا إلهي، ما هذا؟ هناك مهمة عاجلة أيها الحارس. دعني وشأني هذا. لقد سقط في بركة الأموال، لذا سأنوب عنه. أقوى أقوى يا باد. يا
هناك. شكرا لك أيها الشجاع، لقد خلصتني من أولئك الفضوليين الذين حاولوا كشف أسراري الشخصية. المعذرة، هل أعدت إلي جهاز التحكم الخاص بي؟ حسنا سأرد لك جميلك. انظروا انظروا، فتح الباب. لا أدري. صورة من فضلك. سيداتي وسادتي، نسلط الضوء اليوم على النمر الظريف بينك بانتر.